إذا كنت طالب أو طالبة بكلية الطب في جامعة الطائف، أو كنت ترغب في الانضمام لبرنامج الطب والجراحة بجامعة الطائف، فإن لجنة التطوير والاعتماد الأكاديمي بكلية الطب ترحب بك معنا، ونحب أن نزودك بمعلومات هامة تفيدك خلال رحلتك معنا في البرنامج. أولاً، هل سمعت من قبل بمصطلح رسالة البرنامج وما أهميتها؟ الرسالة هي جملة شاملة تتضمن وصفاً لما يلي: الأهداف العامة للبرنامج، والأنشطة المتعلقة به، والمجتمع الذي تخدمه، وأصحاب المصلحة الذين تم تصميم البرنامج لخدمتهم، والقيم والمبادئ التي توجه أغراض وأنشطة البرنامج. وقد تم تصميم رسالة برنامج كلية الطب وفقاً للشروط التي وضعتها الجامعة، وهي: تخريج أطباء متميزين وقادة محتملين للرعاية الصحية، قادرين على إجراء البحوث العلمية واستخدامها وخدمة مجتمعهم، وإظهار القدرة على التعلم مدى الحياة وفقاً للقيم الإسلامية والمهنية الدولية. هل سبق وتساءلت عن أهداف البرنامج؟ هي ببساطة التوقعات طويلة المدى نتيجة لأنشطة البرنامج، وتركز بشكل رئيسي على 3 أهداف: أولاً، تعزيز تنمية الطالب كممارس عام قادر ومتعاون وباحث ومزود للرعاية الصحية. ثانياً، تخريج متعلمين مدى الحياة يتمتعون بسمات القيادة المهنية، مقدرين للمبادئ الإسلامية والمعايير الأخلاقية الدولية بهدف تركيز الرعاية للمريض. ثالثاً، إقامة اتصال مع المجتمع من خلال البرنامج. وقد وضع برنامج الطب والجراحة سمات خريجي برنامج الطب والجراحة، وتضمن أن يمتلك الخريج الآتي: هل تعلم بأن مخرجات التعلم لبرنامج الطب والجراحة تتمحور حول 3 أمور: المعارف، والمهارات، والكفاءات؟ كل ما سبق وأكثر منه متوافر في مستند واحد يسمى توصيف البرنامج. إذا كنت ترغب بالتعرف على معلومات أكثر عن توصيف برنامج كلية الطب بجامعة الطائف، كل ما عليك فعله هو التقاط الكود الظاهر على الشاشة بكاميرا الجوال. وإذا كنت تريد معرفة الكثير عن برنامج الطب والجراحة وإنجازاته، امسح الكود الظاهر أمامك.